بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه أوقات شدة ومحنة وابتلاء واختبار، يجب علينا فيها أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والتضرع والابتهال والدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ تعالوا بنا نجتمع مرة كل أسبوع مساء الخميس ليلة الجمعة، ليلة مباركة، نبسط الأكف فيها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا البلاء وأن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وعن المسلمين هذا الوباء الذي انتشر وفتك بنا وبالعالم أجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.